السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترمين اليوتيوب، النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصانا بالنساء وقال واستوصوا بالنساء خيرا. يمكن القضية اللي نعرضها لحضراتكم دلوقتي ما فيهاش قتل ولا فيها اغتصاب ولا فيها نصب يا سادة، لكن بنقدم حلقة هويدة محيي الدين، الست الفيومية اللي من محافظة الفيوم اللي اتجوزت في المنصورة. يمكن الدنيا ربنا سبحانه وتعالى خلقها على المودة والرحمة، مفيش راجل بيعيش عازب ولا في سيدة بتعيش من غير زواج. يمكن القضية اللي هننشرها لحضراتكم دلوقتي قضية ممكن تحصل لأي حد. الفيديو زي ما قلت لحضراتكم للنصيحة والموعظة وإن احنا نتعلم من أخطاء الغير. هويدة محي الدين، الست اللي يمكن عندها 37-38 سنة، والموقف ده ممكن يحصل في أي بيت. لو هتكمل معانا الفيديو الآخر ما تخرجش، لأن أنا وإنت وحضرتك وحضرتك ممكن نقع في نفس الخطأ. هويدة اللي اتجوزت زي ما احنا ما بنقول جواز صالونات، لكن نصيحتي في الفيديو دوت قبل ما نشوف المحتوى والمضمون اللي معانا، لما يجي حد يزوج بنته ما تروحش تسأل على صفة الشخص أو ظروف الشخص أو شخصية العريس من الناس الكبيرة، لأن الناس الكبيرة هتقول السيرة بتاعت والد العريس. لكن لما تيجي تسأل على حد اسأل الشباب، اسأل الفتيان، اسأل الناس اللي من نفس سن الولد، لأنهم عارفين كواليس كتيرة جدا عليه. ومفيش أب هيقول على ابنه كخة يا سادة. يعني ايه؟ يعني هنشوف مع حضراتكم دلوقتي ازاي ان الزوج قدر لمدة 12 سنة ما يشوفش ولاده غير مرة واحدة. يمكن شقيق الزوج تهجم على الزوجة بالسطور وكان حاول انه يقضي على حياتها. حاجات كتيرة جدا يا جماعة لازم نستفاد منها، ويمكن الفيديو ده محتاج ان حضراتكم تسمعوه للاخر للموعظة والنصيحة وان احنا نتعلم من اخطاء الغير. لان النهاردة اي بنت في الدنيا نفسها تتجوز بني ادم كويس يراعيها ويراعي حقوق ربنا سبحانه وتعالى علشان الذرية وعلشان الاولاد، والاولاد هم اللي بيتحطموا. تخيلوا هويدة محي الدين لما بتحكي انها من الفيوم واتجوزت في المنصورة، وهنشوف شقيق الزوج عمل معاها ايه، والزوج عامل ودن من طين وودن من العجين، لدرجه ان شقيق الزوج اتهجم عليها اكتر من مره في بيتها وشقتها، ويمكن كان سبب انها تهرب من بيت الزوجيه وتروح تعيش عند اخوها في محافظه الفيوم. وهنا الشقيق اتجوز على عفش الست وفي نفس شقه الست، والاخ او الزوج عامل ودن من طين وودن من عجين. عارفين ان الفيديو ده ما فيهوش، يعني يمكن هنقول ما فيهوش ماتيريال، ما فيهوش حاجه، بس يمكن في قضايا كتيره جدا لازم ننشرها للناس ولازم نوعي الناس عليها. وده مثال قدام حضراتكم علشان نتخير ازواج بناتنا ونتخير برضو زوجات ابنائنا، وما نسالش على الشاب من خلال الناس الكبيره وابوه وامه. الست هتحكي كل حاجه. كل اللي انا بطلبه من حضراتكم ان انتوا تشاهدوا الفيديو للنهايه ونشوف ان احنا اتعلمنا ايه من الفيديو ده، والفيديو ده وضح لنا ايه، ومنتظر اراء حضراتكم في الكومنتات. يلا بينا نشوف. بقى لها اكتر من 12 سنه في مشاكل، اخو جوزها ضربها، اتهجم عليها، جوزها سابها وسافر السعوديه وما رجع لهاش تاني، اخو جوزها يعني تهجم عليها في اوضه النوم اكتر من مره، وجوزها ضربها وكانت حامل ونزل الحمل بتاعها. ومعانا الست هويدة تحكي لنا ايه اللي حصل بالظبط. ازيك ست هويدة؟ ازي حضرتك؟ عرفينا بنفسك الاول. انا هويدة محي الدين، انا كنت عايشة في بيت ابو جوزي وكده، وجا لما ابو جوزي توفى وكده طبعا اسلوب اخو جوزي اتغير وكده، وجا عمل حادثة. فبعد الحادثة جاء قال لي مش عايز، كنت بتناقش انا وابني اللي هو كان في كي جي 2، فطبعا جاب السطور، وطبعا قفلت الباب عليا انا والعيال، والعيال كانوا خايفين طبعا عشان ما كان عايز يموتني، لان قبل كده حمات اخته قالت لي خلي بالك ده بيحلم بيك وكده ان هو عايز يموتك. طب ليه بيحلم بيك ليه يعني؟ عشان هو يعني كان تعبان، كان عامل حادثة. ماشي، ايه علاقة ده بكده يعني؟ مش عارفة تقول لي هو مش عاوز يسمع صوتك في البيت خالص وكده، وكسر الباب عشان كان عاوز يموتني بالسطور طبعا. دخل عليك كسر باب اوضة النوم؟ كسر بالسطور، بس هو ما عرفش يفتح عشان كان عاوز يخبطني بالسطور، وقال لي ما هتقعدش هنا، وراح طردني ومشيت انا وعيالي. طبعا اخوه قال لي اضربوا له الشرطة،
طبعا انا ما رضيتش ورحت ماشيه، وقال لي هاتي المفتاح، رحت رميه له المفتاح. كانت اخته ساعتها كانت جايه من الكليه ونايمه، طبعا نكرت ان هي موجوده. ساعتها قالت لي احنا، قالت له ان هنطلب لك الشرطه، وفضلت تمسك فيا ان انا ما انزلش، فنزلت. فجوزي قال لي سافري عند بيت اهلك وانا هبعت لك مصاريفك وكده. وانت كنت عايشه فين يا ست؟ انا كنت في المنصوره وجيت هنا. انت اسامي من الفيوم وكنت متجوزه في المنصوره؟ ايوه، ابوه كان كاتب عليا بتوكيل، هو كان مسافر وقبلها قعد 6 سنين يعني ما يجيش وكده، كان مكتوب كتابي. وطبعا نزل دخلنا وكده، هو نزل بتاع 3 مرات يعني، كل مره 3 شهور، شهرين ونص، شهر ونص كده. بس المهم قال لي روح عند بتاعك وابعت لك المصاريف. طبعا جيت كان بيبعت وكده، قعد 2 سنين يبعت، وبعد كده امتنع عشان انا، قال لي هتروح البيت. طبعا قلت له لا، قال لي خلاص. يعني انت بقى سبتي لهم، سبتي لاخو جوزك البيت خالص؟ ايوه سبته، هو اتجوز في الشقه بتاعتي. اخو جوزك؟ ايوه اتجوز على عكتي. طبعا امتنعت، قلت له لا مش هروح. طبعا امتنع عن المصاريف وامتنع، رحت سافرت عنده. وجا طبعا والدتي كانت موجوده قبل ما نيجي هنا، كانت موجوده، كنا في منطقه ثانيه، كانت موجوده توفت. راح بعت لي بعديها الدعوه، عملت الجوازات وسافرت. كان ابني صبري ده في ثانيه، عدى في ثانيه ابتدائي او في ثالثه ابتدائي. ابتديتي بقى تعملي اجراءات ان انت تسافري لجوزك؟ ايوه سافرت، وسافرت عشان تبقى تريحي اخو جوزك وخالص. طبعا رحت، رحت ايه، قلت تهربي من المأساة اللي انت فيها؟ مشيت وسافرت، والدي توفت وما كانش فيها الا اخويا يعني موجود وكده. طبعا سافرت ومشيت، واخواتي وصلوني. طبعا رحت هناك، كان اول ما رحنا كان كويس، بعد كده اسلوبه مش حلو. جوزك ضرب؟ ايوه ضربه، وكل يعني جوزك برضه ابتدى وانت هناك ضربني؟ ايوه ضربني، وكان بيقول لي انا كاتب كل حاجه لاخواتي، وكان بيقول لي ان جايب الخدامه، انا جايب الخدامه لاولادي مش اكتر، كل ما يكلمني يقول لي كده. وعايش حياته على النت، واخواته قالوا لي عايش حياته على النت ازاي يعني؟ مع بيكلم، اكيد بيكلم، معرفش يعني. ايوه يعني ايه انت، طب شو لاحظت عليه الموضوع ده يعني انت؟ ايوه انا لاحظت مره كتير، بس انا ما كنتش باخد ودي في الكلام. انا احس بيكلم اكيد ستات، بيكلم بنات. طبعا هو كان بيسيبنا الشغل، بيمشي الساعه 8 او 9، كان بيجي بالليل وانا نايمه. وبرضك كنت اقوم برضك اشوف يعني مناظر مش كويسه. ازاي كنت بتشوف ايه؟ كان على النت معاه وكده. يعني ايه اللي كنت بتشوفيه؟ كنت بشوفه بيتكلم على النت. طبعا طبعا قلت له انت مش عامل لي احترام ولا كان اي حاجه. يعني في علاقه مثلا على النت مع حد؟ ايوه. او علاقه جنسيه بيمارسها؟ أيوة مع حد؟ ما اعرفش والله. هو كان على طول على النت، عايش حياته على النت. وطبعا بكل ما اتكلم معاه يقول لي، قلت له خلاص انا عايز اروح. يعني انت كنت بتشوف المناظر دي بعينيكي او يعني؟ أيوة. شفتيه وهو بيعمل حاجه زي كده على النت؟ لا انا شفته كان بيتكلم. بس بدل مره كتير قلت له انا عايز اروح، فقال لي هتروح لوحدك، هحجز لك لوحدك. قلت له انا همشي، ولادي قبلية. طبعا في الموضوع ده قعدنا بتاع اسبوع نشاكل، مش عايز يبعت لي. طبعا انا سقطت عنده وكده، كنت يعني. طب هو انت قلت لي قبل كده اللي انت كنت حامل او كده؟ اه مشيت، انا ساعه ما مشيت من هنا كان الكلام ده من 10 سنين. مشيت وكده، كنت بجيب برشام يعني وانا موجوده هناك وكده، عشان انا عارفه الظروف اللي انا موجوده فيها. برشام يعني ايه؟ منع الحمل؟ عشان عشان يعني ما اجيبش عيال. طبعا مش عايز عيال على طول. مش عاوزه. فطبعا حصل الحمل، وطبعا جيت سقطت وكده، رقدت اسبوع بيشتم ويزعق. انت سقطت بسبب الضرب ليكي؟ كان بيخلي ولاده يقعد يهزر ويقول لهم اخبطوه على ظهره وكده. ولاد مين؟ ولاد انا يعني. هو يخليهم يخبطوك على ظهرك؟ طبعا العيال كان متعمد اللي هو طبعا لا انا ما كنتش عارفه ان في حمل، لان انا ما كنت هو كان متعمد. هو اللي انت مش عارفه. كان مثلا يقول لي الواد ولع، ولع في العبايه بالولاعه، كان كل عشته حياته كمان كان عايز يولع في في فيكي مثلا، او يخلي كان عشته حياته كلها تهريج في تهريج، وانا ما عجبنيش الاسلوب. فطبعا يعني عمل لي 3 في 3، الثلاثه التانيين ما جبتهمش. المفروض كنت قعدت 9 شهور هناك، لكن رفضتي بقى تكملي بعد اللي شفتيه. يعني انت كنت بتبقى معاه وكان بيكلم واحده كمان غيرك وانت موجوده؟ بيكلم كتير، مش واحده. كتير. بيكلم كتير وانت موجوده يعني؟ مش مفيش عذر مثلا اللي انت مسافره بعيد عنه؟ لا ده انت كنت موجوده. لا كنت موجوده، وكان بيقول لي انت شبهك شبه العفريت مثلا، لما اعمل حاجه وش يقول لي انا شايفك عفريت. يعني انت تحطي تلبسي، تحطي مكياج مثلا، بيقول لك لا انت شبه العفريت. ايوه وحبسني هناك ومحبوسه، وما فيش حد طبعا هناك، انت عارف حضرتك ما فيش حد بيطلع. طبعا كان بيسيبنا والعيال برضك. طب انت يمكن كنت مقصره معاه ولا حاجه؟
ما كانش فيه تأثير، والله ما كانش فيه تأثير، بس هي أصلا الجوازة كانت غلط من الأول. اختيارك أنت. هو مش اختياري، هما الناس قالوا لنا كويسين يعني. يعني أنت ما كانش اختيار، كان جواز الصالونات زي ما بيقولوا. أيوه، هو أبوه اللي كتب عليا، وأنا خدته عشان لقيت والده كويس، ووالدته كانوا كويسين، بس هما أولاده ما طلعوش كويسين. والده يعني حماك كانت... يعني حماك وحماتك. أيوة. كانوا كويسين معاك؟ ايوه كانوا كويسين. لكن ابنه اللي هو زوجك و... كلهم لكن انت شفتي عانيتي كتير وقسيتي في حياتك، اللي انت جوزك في عز ما انت رايحه وبتقولي، وكنت مش مخليها محتاج حاجه، حقوقه طبعا بتديها له، في عز كده كان بيكلم عشرات اكتر من واحده. اخته بتقولي هو مش فارق مع حد، ولا فارق مع عياله، ولا فارق مع احنا، ولا فارق مع انت. حتى اخته كان ابني عامل مشكله معايا من 3 اسابيع. طبعا اختي رنت عليها قالت لها ابن صبري مبهدل اختي، واختي انت عارفه ان هي تعبانه. راحت قالت له انا افكر اشوف عمامه، ابعت له 100 جنيه على فيلافون كاش واشوف ابعتها له. من ساعتها راحت عامله اختي حظر. واحنا قلت لها ما تتصليش، قلت للمحامي. طبعا المحامي قال لي ما تتصليش مع حد خالص، واحنا نعرف نتصرف بطريقتنا. يعني انت حياتك بقى لها اكتر من 10 سنين يا ست هويدا، وانت في المعاناه وعانيتي وبتعاني من جوزك لاخو جوزك، سافرتي سقطتي الحمل اللي انت كنت فيه بسببه. انا كنت مسافره يعني عنده ساعتها. طبعا كل حاجه وحشه انت شفتيها مع جوزك يعني. ايوه الحمد لله. ما كانش بيسندك في اي حاجه خالص. يعني ضرب، اهانه، بيكلم بدل اكتر من واحده عليكي، وكان بيقول لك اللي هو اكنك بيشوفك اكنك شيطان او حد كويس مش كويس. ايوه، وكل ما يتكلم معايا يقول لي انا جايب الخدامه لاولادي. بيقول لك انا جايب الخدامه. طبعا هي هم اولادي وانا مش هسيبهم اصلا. طبعا المفروض انت، بس انا مش عاوزه منه حاجه، انا عاوزه بس اخد ورقتي عشان اعمل معاه شبوه يعني، مش عايزه حاجه منه. انت عايزه بقى، مش عايزه اي فلوس منه ولا؟ لا، عاوزه حقي. عايزه حقي، عايزه حقي منه. ولا خدتي نفقه ولا انت لسه ما انفصلتيش لحد دلوقتي؟ المحكمه مطلعاني من رمضان اللي فات دلوقتي، مش عارفه اخد حاجه. طب هو بيعامل ولاده ازاي؟ هو مش بيتكلموا، العيال اصلا مش يعني، هو ملوش علاقه بعياله يعني. ابنه اتواصل معاه من كام شهر كده، ابنه قال له انت فن من 10 سنين. يعني سايب ولاده ال10 سنين مفيش ولاده. حتى كلام. ابني ده ما شافوش الا مره، اللي في اولى اعدادي ده ما شافوش الا مره واحده. ايوه، يعني شايف ابنه مرة واحدة، المرة الواحدة اللي احنا كنا فيها هناك، وما كانش فاكره اصلا. يعني 10 سنين سايب ولدين لا بيسأل عليهم، ولا حتى طبعا بيبعت لهم فلوس، لا ولا أي حاجة، وما شافش ابنه غير مرة. ابنه اللي في أولى إعدادي ده، ابنه ده ما كلموش مرة على بعض. طب ولادك الاثنين بيقولوا إيه عن باباهم يعني؟ هو مش فارق معاهم زي ما هو مش فارق معاه. يعني ما بيقولكيش يا ماما نفسنا نعيش مع بابا نشوفه أي حاجة؟ لا، لأن طبعا ما شافوش منه أي حنية. لا. يعني هو لا شافوا منه يعني ولادك. طب لما بيتكلم، انا ولادي رحنا هناك كان بيندهولوا يا خالي. يا خالي لباباهم. لما رحت هناك فين؟ ساعه ما كنت عنه في السعوديه. يعني بيقولوا لباباهم يا خالي، كانوا بيغلطوا يقولوا يا خالي، فاكرينه مش عارفين اللي ده باباهم، كانوا بيقولوا له كده، كانوا بيغلطوا في اوقات الكلام. يعني من كتر ما هم ما فيش طبعا اي علاقه بيهم، فمش عارفين اذا كان ده باباهم ولا مش باباهم، كانوا يعني بيقولوا لي يا خالو او يا خالي. ايوه، على اساس يا خالي. طب هو كان بيقول ايه لما يشوف كده يعني؟ ما كانش زي اب مثلا اللي هو يحس ان هو مهمل في اولاده، يعني اللي هم لدرجه اللي هم وصلوا اللي يقولوا له يا خالو مش عارفين هو ده ابوهم ولا خالهم؟ ما كانش بيتاثر يعني، ما كانش بيقف يقول انا هبقى معاهم اربي ولادي كويس. مره البتاع الجهاز بتاع النت وقع، مسك العيال ضربهم. ضربهم. أيوة، كان بيضربهم. ايوه، هو ضربهم هي المره دي بس، رغم ان هو ما كانش بيشوفهم يعتبر. طيب ده هي مرة شافهم فيها ضربهم يعني، هم لو شافهم بقى كذا مرة كان عمل فيهم ايه؟ يعني المرة الوحيدة شاف اولاده فيهم ضربهم، وطبعا اولاده زي ما انت بتقولي كانوا مش عارفين اذا كان باباهم ولا لا، كانوا بيقولوا له يا خالو مش كده؟ ايوه، كان بيندهوله وكان بيغلط ويقولوا يا خالي ساعات واحنا هناك. لكن ما فيش اي حنان طبعا، ولادك برضو خلاص ما بقاش عايزين يشوفوه يعني. لا، هو مش فارق معاهم زي ما هم مش فارقين معاه.
ولا مع اخواته ولا حتى اهل جوزه بيسالوا عن ولاده. مفيش حد من عندهم بيرن علينا تليفون. مفيش ساعه ما قلت لحضرتك كده اللي عمته اللي جابت له الغيارات لابني وبعد كده راح هناك يقول لي يا ماما كل شويه تقول له انت مالكش الا ماما مالكش الا هناك. والواد بعد كده امتنع ان هو يروح خالص او يكلمه. قال لي انا مش هروح هناك تاني. هي مره واحده وهم ساعتها اللي رنوا. عايزه تقولي اي حاجه تانية يا ستون؟ انا طالبه بس ولاءتي وطالبه ان انا اخد حقي بس وطالبه ان انا تبعدي عنهم خالص. تعيشي فيه بعيد عنهم خالص. هما بعيد عني. هما لا يعني يبقى ليكي ماسكه ان انت ولادك و... أيوة وورقتك اللي انت تخلصي من الموضوع. صاحب البيت عطينا في شرط جزائي واخده على اخويا وانا يعتبر قاعده مع اخويا ومفيش مكان. ان شاء الله باذن الله زي ما حضراتكم تابعتوا معانا مأساة الست هويدة، مأساة عاشتها مع أهل جوزها ومع جوزها، عايشها بقى أكثر من 10 سنين في مأساة، مأساة بكل المقاييس.